النهارده حلقه ساخنه علشان كلها لقطات سخنه والحاجات السبايسي اللي حضراتكم بتحبوها وشويه ملفات كده محتاجه ان احنا نشغل عقلنا فيها عشان نفكر. خلونا ابدا معاكم بسرعه عشان ما نضيعش وقت، والحلقه النهارده زي ما قلت لكم مليانه ودسمه بلقطه تخصنا احنا. احنا في اخر النهار لقينا الحقيقه انه واجب ان احنا نتكلم فيها، لما لاحظنا انه في، مش هقول جحود ومش هقول نكران ومش هقول اهمال، بس خليني على ابسط المصطلحات اللي ممكن اقولها، نسيان. مشيها نسيان، رغم انه في رايي نسيان لا يغتفر وخطيئه كبيره جدا 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 على القائمين على مهرجان القاهره السينمائي الدولي ان هم يتداركوها في اسرع وقت. وانا عارف ان انا بعد ما اقول الكلمتين دول هيترد عليا من اداره المهرجان ويقول لك انت ايش عرفك، انت حرقت لنا المفاجاه، ده احنا كنا مظبطين حاجه فظيعه في حفل الختام. ماشي، يعني حتى لو ترد عليا الرد ده وكان بكش انا موافق، لانه ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي ابدا. اللقطة اللي أنا بتكلم فيها إنه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تم افتتاحه يوم الأربع اللي فات، يوم 2 ديسمبر. يعني بقالنا كام يا سادة دلوقتي؟ داخلين على أسبوع كامل، ومن الأربع للثلاث 7 أيام، بكرة بداية الأسبوع الثاني. حفل الافتتاح بالكامل ثم كل الفعاليات، ولا حاجة فيهم ذكرت من قريب أو من بعيد اسم الراحل القدير الكبير العظيم في الفن الأستاذ محمود ياسين. الحقيقة أنا بكلمكم وأنا مش مصدق. بنتكلم عن مهرجان القاهرة السينمائي، أهم تظاهرة واحتفالية فنية سينمائية في مصر على الإطلاق، والمفروض أن المهرجان ده هو اللي بيحتفي برموز الفن، بيحتفي برجال الفن، بيحتفي بالفنانين المصريين، بيحتفي بكل انسان قدم ولو حاجة قد كده لمشوار الفن المصري. ما بالك وواحد زي الاستاذ محمود اللي قدم مشوار قد كده وهو ضلع اساسي في مشوار الفن المصري سينمائيا ودراميا ومسرحيا على مدار 50 سنة او 60 سنة واكتر في الفن. انا كنت قاعد بتفرج على حفل الافتتاح ومستني بين الدقيقة والتانية اللقطة او المبادرة او الفكرة او التحية او اي شكل من اشكال الاحياء لذكرى الاستاذ محمود. القائمين على المهرجان والاستاذ محمد حفظ رئيس المهرجان وكل من فكر في حفل الافتتاح، انا ما اعتقدش يعني ان كان هيضايقكوا او كان هيفسد حفل الافتتاح ان يتعمل فيلم تسجيل ان شاء الله لمدة دقيقة نتكلم فيها عن قامة من اهم واكبر القامات الفنية والتمثيلية والسينمائية اللي جت في تاريخ مصر. ده لو حتى لقطة بلاش دقيقة، في ثانية كده على الشاشة الكبيرة في خلفية المهرجان ويكتب كده وداعا الكبير محمود ياسين، وحشتنا محمود ياسين، عظيم السينما المصرية محمود ياسين، عميد الممثلين المصريين محمود ياسين، رمز الاحترام والتجسيد والتقمص والادوار عندنا 500,000 فكرة كنا نعملها. انا لو انا من القائمين على المهرجان كنت عملت جايزة في المهرجان ده باسم محمود ياسين، مش مجرد بس فيلم تسجيلي ولا لقطة ولا نسقف له كده تسقيفة في ثواني علشان يعني نذر الرماد في العيون زي ما بيقولوا. لا، محمود ياسين اكبر من ان انا افكركوا ان انتوا تفتكروه. محمود ياسين اكبر من ان انا افكركوا ان انتوا تفتكروه. المفروض ان هو عايش، وان انتوا كقائمين على المهرجان كنتوا تستنوا فرصة المهرجان، ولسه لم يمر يعني أسابيع طويلة على رحيل الأستاذ محمود وكلنا لسه مفتقدينه ووجع الألم والفراق لسه ملينا، كنتوا تقولوا ده احنا نعمل المهرجان نهديه هذه الدورة لاسم محمود ياسين. أي شكل من أشكال التكريم الذي يستحقه تكريمكم لمحمود ياسين تكريم ليكم مش تكريم له، لأن احنا كرمناه قبل أن تكرموه، الشعب العربي كله كرمه قبل أن تكرموه. فأنا مش مصدق الحقيقة أن أنتوا قصرتوا أو نسيتوا قيمة كبيرة زي الأستاذ محمود ياسين نهدي له جايزة أو درع أو حتى تحية في حفل الافتتاح. معي على الهاتف الفنانة الكبيرة الأستاذة شهيرة. مساء الخير يا أستاذة شهيرة. مساء الخير يا تامر، ربنا يكرمك يا حبيبي. والله أنت قلت كل حاجة،
انت ما خليتليش حاجه اقولها. لا الحقيقه اصل هو محمود ياسين ما يخصكوش لوحدكم الحقيقه كاسره محمود ياسين، هو يخصنا كلنا وقيمه كلنا بنعتز بيها. ده حقيقي، ده حقيقي والله. انا لمست ده بنفسي على السوشيال ميديا والله يا تامر. انا والله لنا ولا ولادي ولا الاسره كلها عارف هقول لك ايه. والله ما خدنا بالنا يعني احنا حزينا اكتر من احنا نبص على مين قال ولا مين كرم. انا لولا والله العظيم يا تامر ان الجمهور على السوشيال ميديا الناس قامت انتفضت واستنفار واستهجان وي 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 وي. انا يعني خدت بالي قلت الله ايه ده كل ايه وازاي وانتوا ساكتين هنسكت ايه احنا ولا يعني عارف ايه تامر ما 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 اهتمناش وقلنا لا احنا على العموم ان احنا غير مهتمين. ولو محمود موجود النهارده مش هيهتم بالموضوع خلاص وسكت على كده. الى ان جت بقى ايه السقطه الكبرى دي سقطه اولانيه. السقطه الكبرى ان هو قال احنا مش عايزين نقلد مهرجان الجونه. ايه نقلد مهرجان الجونه هتقلدوه في ايه؟ ده كل مهرجان عادي بالمنطق وبالوعي السينمائي العادي الطبيعي ان كل مهرجان بلاش بيكرم رمز من رموز السينما المصريه. يعني احد اعمده السينما المصريه هقول ايه؟ انا هقول انت قلت كل حاجه بصراحه. ربنا يخليك إيه بس انا إيه؟ انا مدرك انه رغم طبعا ان انتم مش منتظرين ده بس انا حاسس اكيد بصدمتكم من انه المهرجان اللي هو اكبر احتفاليه فنيه سينمائيه في مصر لم تتذكروا على الاقل على الاقل على الان. بس هقول لك حاجه يا تامر انا لما كانت الناس كلها بتقول ازاي مش ازاي وبعدين لما قلت لهم احنا غير مهتمين قالوا لي احنا كجمهور احنا مهتمين. صحيح. وانا زي ما عارف انا عايز اقول لك والله العظيم انا وعمرو ورانيا احنا الثلاثة بقينا نقول احنا زعلانين على المهرجان نفسه ان هو سقط السقطة دي. احنا زعلانين وحزنا على مهرجان عريق بالشكل ده وكنا بنروحه كذا مرة ومحمود اتكرم فيه مرتين وكنا داعمين في كل دوراته وكده. يعني زعلانين ان مهرجان القاهرة السينما الدولي ينسى ان هو يقف حتى لمدة دقيقة ينعي محمود ياسين. انعيه يا اخي اقف انعيه بس مش اكتر. ودقيقة حداد دي كانت هتكلفك ايه؟ صحيح صحيح قد كده قد كده. ده دي سقطة في حق ده انا زعلانة على المهرجان لان دي سقطة في تاريخه. عيب. عندك حق. والله عندك حق. عيب. انا اتمنى انه يتداركوا هذا الخطا وان يبقى في تكريم. لا لا لا, 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 لا يا استاذه شهيره والله خدي بالك اصل القصه والله زي ما انا قلت لك ما تخصكيش وما تخصش عمرو ولا رانيا دي تخصنا كلنا. يعني احنا نبقى حزنانين على المهرجان لو عدت الدوره كامله دون ذكر لاسم الراحل الكبير هتبقى زي ما انت قلتي سقطه كبيره. يا سيدي قال لك مش عايزين نقلد مش عارفه ايه تقلد ايه ده اقدم المهرجانات الاوسكار ده بيفوتش سنه الا ما بيذكر رموزه. صحيح. فيها ايه دي ده مش اختراع على فكره. صح. ده مش اختراع الجونه ولا اختراع. صح. اي مهرجان في العالم يا ستي. يا حتى لو قلدنا ما نقلد في حاجه حلوه وان احنا بنقلد في حاجه وحشه ما فيهوش تقليد يعني حتى مع الباكج ده على رأي عمرو. طب ما تقلدهمش بقى في الفساتين ما تقلدهمش في الريد كارفت ما تقلدهمش في حاجات كتير بقى مش عايزين نقول ايه ولا ايه ولا ايه مش معنى دي مش هتقلدوه فيها. صحيح. على رأيك. طب قلدوه في الحاجة اللي تبقى حاجة حلوة. بالظبط. تكريم للمهرجان نفسه. صحيح. ده والله العظيم لما يذكروا كان هتعمل اللفتة دي هتعمل تقل. وبعدين دي مش لفتة ده كان حقه. انعيه يا اخي انعيه زي ما انت قلت كده ده حقه وده واجب المهرجان مش لفته ولا تكرم ولا تفضل يعني. طبعا لان ده محمود ياسين هم مش واخدين بالهم ولا ايه؟ ده محمود ياسين ده شال السينما المصريه في السبعينات والثمانينات على كتافه. مظبوط. على كتافه ال 40 فيلم اللي كانوا بينتجوا في السنه انا شاهده على العصر كان بيجوا بيتي الاول. ومحمود ياسين ما كانش بيفضى يقرا يقول لي اقري وقولي لي ايه اللي اقراه وايه اللي ما اقراهوش
عشان ومع احترامي لجميع النجوم، وقالها الأستاذ عزت العلايلي وقالها قبل كده الله يرحمه نور الشريف في انترفيو، ان محمود ياسين كان بتروح الأفلام الأول واللي هو ما عندوش وقت يشتغلها كنا احنا بنشتغل عادي، عبور عادية والتاريخ بيشهد عليها. صحيح صحيح. بيتكلموا في ايه؟ بيتكلموا في ايه؟ ده محمود شال العصر الذهبي على كتافه، ده كان في الوقت ده كان يقول لك ده زمن محمود ياسين. مظبوط. اسمه كده زمن محمود ياسين. صحيح. فين الناس دي؟ مش عايزه اغلط بس انا زعلانه على المهرجان مش على القائمين، على القائمين ده هم احرار بدماغهم، لكن انا زعلانه على لا يعني هو انا هبقى طبعا متضامن معاكي مليون في المية، وبقول لحضرتك انه اهم من تكريم المهرجان تكريم الناس اللي لسه فاكراه وهم اللي بيطالبوا بالتكريم، ودي احلى شهاده للاستاذ. انا لما محمود. حتى امبارح استاذ عمرو خليل في السي بي سي بيقول لي ايه، طب لو هم كانوا في المهرجان خلاص الزعل يروح، قلت له مش الزعل بتاعنا احنا، انتوا صالحوا جمهوره. صح صح. مش تصالحونا احنا مش فارقه معانا. ومحمود يا حبيبي لو هو موجود وفي حد اثر معاه ما يهموش، يقول ما يهمنيش الحاجات دي، طول عمره هو ارفع من كده، وانت عارف يا تامر الكلام ده وانه اكبر من كده. انا عارف والله، وعشان كده بقول لك ان تكريم الناس وحب الناس وتذكر الناس ليه لحد دلوقتي هي احسن شهاده وتكريم له، بغض النظر مين من المهرجانات كرمه ولا ما كرموش. انا بشكرك وبحييكي. انا اللي بشكرك وبحييكي، ومره تانية ليكي وللاسره الكريمه كل الحب والتقدير لاشخاصكم، وطبعا لذكرى الراحل الكبير الاستاذ محمود ياسين. الف شكر يا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.